إذا فتحت الوثائق سترى قيم عرض نموذجية للشاشات تبين كيف تستطيع إعداد مجلدات التخطيط لديك، بحيث تستطيع امتلاك تخطيط نشاط رئيسي مختلف للأجهزة اللوحية مقابل الهواتف. هنا نحدد الأجهزة اللوحية على أن أصغر عرض لها يساوي 600 ديسيبال على الأقل. لتخصيص واجهة المستخدم يمكننا إنشاء مجلد Layout-SW72.DP. بهذه الطريقة يمكن أن يكون لدينا تخطيط نشاط رئيسي مختلف للأجهزة اللوحية بحجم 10 بوصات مقابل تلك التي حجمها 7 بوصات. لنعود إلى اختبارنا، نحتاج إلى تعريف ملف activity_main.xml في مجلد التخطيط الأساسي الخاص بنا لننجز هذا التخطيط على الهاتف. ينطبق هذا التخطيط على كل من الوضع العمودي والأفقي للهاتف، لذا لا نحتاج إلى إصدار خاص من التخطيط في مجلد التخطيط. علينا أيضاً أن نعلن عن activity_main.xml في مجلد Layout-SW600DP. بهذه الطريقة سيتجاوز الواجهة ذات الجزء الواحد ويستخدم ذات الجزئين في هذه الحالة. سيتم التقاطه على الأجهزة التي تكون أكبر من 600 ديسيبال ارتفاعاً وعرضاً.